للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إدلب مراسل التلفزيون العربي إبراهيم تريسي. إبراهيم أهلا بك، ما هي حصيلة هذا الاستهداف، هذه الانفجارات قرب حقل كونيكو، وماذا لديك في التفاصيل؟ عملية في الحقيقة قامت الميليشيات التابعة لإيران في شرقي سوريا باستهداف حقل كونيكو النفطي الذي يعتبر من أهم القواعد الأمريكية في سوريا بعدة صواريخ. هذه الصواريخ سقطت في محيط قاعدة كونيكو بحسب مصادر محلية في مدينة دير الزور. لم تؤدي هذه الصواريخ حتى هذه اللحظة إلى سقوط أي قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في حقل كونيكو. من جهتها قامت القوات الأمريكية المتمركزة في هذه القاعدة باستهداف مصادر النيران واستهداف عدة نقاط تابعة لميليشيات تابعة لإيران في شرقي سوريا. يبدو أن هذا التصعيد مستمر في مناطق شرقي سوريا، خاصة بعد القصف الأمريكي الذي استهدف العديد من مواقع القوات التابعة لإيران في سوريا، وخاصة في البوكمال ودير الزور التي تعد المعقل الأهم للقوات التابعة لإيران في سوريا، وأيضا في عدة مناطق أخرى في شرقي سوريا. وعلى ما يبدو أن الضربات الأمريكية لم تؤثر على مقدرة الميليشيات التابعة لإيران في شرقي سوريا من التحرك ومعاودة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. يبدو أن هذا التصعيد سيستمر خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصة مع التصريحات الأمريكية التي قالت أن هذه الضربات ستستمر وأن الولايات المتحدة هي من ستحدد الزمان والمكان لهذه الضربات. شكرا جزيلا لك إبراهيم تريسي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من